طبعا انضم الي في الفقره الثالثه الكابتن عون خالد مدير التعاقدات بنادي المصري السلوم وصعد للدوري الممتاز به. اهلا وسهلا كابتن عون. حبيبي كابتن ربنا يكرمك كابتن عون ربنا يخليك. ومعايا الكابتن محمد سالم المشرف حراس مرمى نادي الجزيره الرياضي ومدرب حراس مرمى الفريق الاول بنادي التربيه والتعليم والصعد للقسم الثالث حديثا. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ احمد كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري بخير بمناسبه حلول شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت بالصحه والسلامه. ومعايا اللاعب الفاكهه اللاعب المميز اللاعب المؤثر لفريق النادي المصري اللاعب عاصم ياسين. اهلا وسهلا عاصم. اهلا وسهلا استاذ عاصم اشكرك على المقدمه الجميله. حبيبي. كابتن عون طبعا التعاقدات طبعا لان طبعا سر نجاح الفريق التعاقدات الفريق صعد للممتاز طبعا نتيجه تعاقدات ومسانده الاداره. اولا بشكر حضرتك كابتن احمد حبيبك والحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا بشويه لعيبه محترمه جدا ولعيبه رجاله فعلا تمام. واولا اللعيبه ديت عملت مجهود رائع جدا فده حقهم بالصعود دي كفايه عليهم بس. حبيبي كابتن عاصم كلمني بقى عن المباراه المؤثره المباراه اللي هي الحاسمه المباراه العصيبه الاخيره ولا لا شوف المباراه العصيبه هم اللي انا عايز الاصعب لان طبعا كقائد في الفريق كابتن للفريق اكيد طبعا المباراه الاخيره طبعا كانت صعبه بالنسبه لنا. هي المباراه الاولى طبعا كانت يعتبر شوط اول ماتشين زي ما يعتبر شوطين. المباراه الاولى كانت فريقين لسه مش عارفين بعض احنا لسه كنت بتلعب مين النصر النصر العيش ماما احنا لو انت تعادل سلبي ايوه المباراه الاولى كانت مباراه فيها تحفظ كبير من الفريقين طبعا لسه عايز تكتشف الفرقه اللي قدامك بتلعب ازاي وهم عايزين يكتشفونا تمام. فكان الحمد لله يعني ان احنا خرجنا نتيجه ساعدتنا الماتش الثاني استعدينا اكتر ركزنا اكتر استعدينا استعداد قوي قبل الماتش بيوم كان في تركيز يعني كامل من اللعيبه والجهاز والناس كلها كانت مركزه صراحه يعني كان انا شفت المكسب وشفت الصعود في في المباراه الثانيه دي في المباراه الثانيه من ليله المباراه تمام. انا شايف الصعود قبل ما ينزل الماتش يعني تمام. كيف كابتن حوده التركي كان متوتر وكان ما انت بقى اخطاء انت كابتن الفريق في الملعب طبعا انا اقول لحضرتك احنا ما كناش يعني انا كنت بثيت طبعا انا رايح ليا اللعيبه يعني انا شايف اللعيبه صراحه شكرتهم اللعيبه كلهم شكرتهم على تركيزهم واحنا طبعا صعدنا ترقي السنه اللي فاتت ما عرفناش حضرتك توقف كورونا وبتاع ف ما ساعدناش بس يلا الحمد لله رب الحمد لله ربنا كرمنا في نهايه كابتن محمد سلم النجم حبيبي اللي انت عز على قلبي حبيبك كابتن احمد لو عند بعضها وحضرتك من الشخصيات المحترمه اللي بيعزها جدا الله يخليك كابتن محمد يعني عايز اتكلم عن فريق التربيه والتعليم والمجهود الشاق طوال الموسم بالرغم المنافسه الشرسه ما بين نادي مدينه نصر والتربيه والتعليم ولكن النتيجه كانت لصالح او البطاقة الصعود كانت لصالح التربيه والتعليم الحمد لله كابتن شكرا لله مجهود سنه كامله معنا لعيبه على اعلى مستوى باقل الامكانيات الحمد لله قدرنا ان احنا نصعد انا بشكر كل اللعيبه ومعانا جهاز فني على اعلى مستوى كابتن تامر والكابتن محمد الخولي وكابتن ثروت بصراحه واقف معانا برده واقفه كويسه على قد الامكانيات المتاحه لينا بشكر اللعيبه على المجهود اللي بذلوه طول الموسم والجهاز الفني احنا كنا شغالين كابتن احمد اللي نجحنا والدرجه الرابعه ديت عشان انا فيها من زمان تمام. اللي نجح فرقه التربيه والتعليم العدل اللي كان موجود في الفرقه تمام. من الجهاز الفني مفيش نفسنا بقى لا لا كان في عدل يا كابتن في حب وتعاون وفي عدل طبعًا في طبعا فالعدل تمام. ده هو اللي نجحنا وهو اللي صعدنا فانا بناشد اي حد عاوز ينجح تمام. يبقى في عدل والعدل اساس الملك في اللعبه دي بالذات لازم يبقى في عدل عشان الواحد ربنا يكرمه كابتن عون طبعا التعاقدات المؤثره افضل تعاقد تمام لهذا الموسم بص يا كابتن والله العظيم كلهم كويسين كويسين جدا بس عايزين الافضل بقى والاميز الاميز عبده جمال وعبده هشام وجمال صبحي تمام ومحمود عادل دول التعاقدات اللي دي هم التعاقدات اللي هم صراحه اثروا معانا كابتن عاصم صح فعلا وكابتن وفي طبعا محمد بركات لعيب هايل جدا صراحه يعني تمام الحمد لله رب العالمين طب في تعاقدات جديده بقى ان شاء الله باذن الله جاهز والله احنا يعني من اول القسم الاستاذ غير الممتاز احنا بص حضرتك احنا دي صفحه وانتهت وان شاء الله من دلوقتي نعرفه بس راسنا من رجلينا وباذن الله في لعيبه كويسه جدا متحضره باذن الله الحاج رمضان عايز مفاجات منك الحاج رمضان عايز يستنى والله عايز انا الحاج رمضان ده انا بشكره جدا لان هو سبب في وجود عون في المجال دوت بعد ربنا سبحانه وتعالى وكابتن اسماعيل احمد الشهير اسماعيل موعه وكابتن احمد صالح وكابتن تامر فاروق
تعمل لها شخصيات محترمة. بصراحة يعني هم ناس محترمة وهم السبب في وجود عنف في المجال الرياضي. تمام. عاصم كلمني بقى عن مباراة الحسم والمباراة النهائية. التحكيم كان عامل ازاي؟ التحكيم وانت في الملعب؟ يمكن من افضل مباراة لعبتها في الدوري. من افضل الجهاز التحكيمية اللي جالنا يعني. كان في ماتش بصراحة اللي هو الفاينل ده كان حاجة محترمة جدا يعني. يعتبر ماتش مفوش يعني مش فيناش اخطاء في الماتش. نقطة تحكيمية في الماتش ما كانش فيه. كان في ماتش مطروح برضو. ماتش مطروح ده اللي هو صعدنا من الدوري بقى بتاعنا اللي هو الحكم من بحيرة. كان فيه نفسنا؟ لا لا. ما كانش فيه نفسنا في الفريق؟ لا لا. ده زعلان ما بيلعبش الكلام ده؟ ما فيش كلام. احنا كم لاعب اصلا؟ احنا كان عددنا قليل جدا. 23 لاعب 24 لاعب. احنا لعيبة معظم اللعيبة احنا اصابات. القائمة فعلا غير مكتملة وفي اصابات كتير. اللعيبة دي بتلعب كتير جدا يعني. ودورينا صعب جدا. لعبنا اخر كام اسبوع دول ماتشين في الاسبوع. تمام. كابتن محمد حراس المرمى عايز اللي هم الاساسيين اللي هم لعبوا اللي هم شاركوا اميز حارس كان متواجد معاك هذا الموسم. احنا كابتن بفضل الله فريق التربيه والتعليم ما تقدرش تقول في اساسي وفي احتياطي خالص. اللعيبه كلها شاركت بنسبه كبيره جدا يعني. انا عندي حارس مرمى 98 عشان كان ملتزم والتانيين كانوا يعني بعاد شويه بسبب شغلهم. تمام. احنا لعبنا بيهم مباراه كاس مصر اداء امام مستقبل الوطن وكان اداء كويس جدا. عندي اللواء وعندي مهدي وعندي احمد حماد اميزهم. هو الخبره عندي. مهدي اللي شارك لا مهدي جالي. مهدي جالي في الانتقالات الشتويه. تمام. فاللي كان شايل الفرقه لواء فلواء حصل له ظروف فالحمد لله انا قدرت بفضل الله ان انا اقدر ان انا اجيب حارس مرمى زي مهدي. حارس مرمى على اعلى مستوى صعد مع القومي قبل كده فعنده خبرات فاخترته بناء على كده والحمد لله رب العالمين. بس من خلال حضرتك كابتن ممكن نشكر حد يعني. اتفضل. بشكر الكابتن عز شاهين والكابتن توفيق السيد على حكام مباريات دوري الترقي. حكام على اعلى مستوى نجحوا واحنا بنشكرهم من خلالنا كابتن. وبنشكر منطقه القاهره برئاسه كابتن محمد حشيش وكابتن ايمن حسان وكابتن احمد السيد وكابتن عبد توفيق. نشكرهم الف شكر. طبعا معايا مكالمه الكابتن وجدي علوة طبعا من محافظه الشرقيه المستشار الاعلامي لنادي كفر الصقر والصعد حديثا للقسم السادس. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بك كابتن احمد. تحياتي ليك ولضيوفك الكرام ولمشاهدينك في هذه الاجواء الرمضانيه الجميله اللي بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم. وانت صحه وسلامه كابتن. طبعا مباراه عصيبه مباراه الصفوه وكفر الصقر والتي انتهت بفوز طبعا كفر الصقر بهدف. كابتن احمد فريق شباب كفر الصقر هو اللي تاهل وليس نادي كفر الصقر. ده مجرد توضيح. هي كانت مباراه نهائي دوري القسم الرابع بالشرقيه. الشرقيه كان مجموعتين شباب كفر الصقر بطل المجموعه الاولى ونادي الصفوه بالعاشر من رمضان هو بطل المجموعه الثانيه. وقمت المباراه الفاصله في مركز الشباب من القمح. كان متقدم نادي الصفوه بهدفين نظيفين حتى قبل نهايه المباراه بربع ساعة عاد شباب كفر الصقر بهدف وأحرز هدف التعادل والهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. وفاز شباب كفر الصقر في اللحظات في ضربات الجزاء نتيجة 5-3. تمام. عاوز طبعا أشكر مجلس الإدارة على المجهود اللي عملوه مع الفريق برئاسة الأستاذ محمد فاروق واكد ولجنة الكرة برئاسة الكابتن محمد حسونة والكابتن شوقي عبد الباسط ونائب الرئيس الكابتن شريف حامد ونجم مصر طبعا المدير الفني للفريق كابتن ايمن مشالي. كابتن ايمن مشالي طبعا عمل بصمه هذا الموسم. وبشكرك طبعا يا كابتن احمد حبيبه كابتن وجدي بتدعم لنا طول الموسم لشباب كفر الصقر. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوة. وطبعا شباب كفر الصقر من الفرق الصاعده. طبعا في ختام هذه الفقره بحب طبعا اشكر ضيوفه الكرام الكابتن عون خالد. شكرا جزيلا كابتن عون. شكرا كابتن احمد لحضرتك. وعايز اشكر بس الجهاز الفني بالكامل الكابتن محمود تركي وكابتن صالح وكابتن وليد فيصل وكابتن حمدي وكل الكباتن وكابتن محمد جمعه وكابتن دكتور محمد شندي. عصوم بنحب طبعا بنشكرك طبعا في ختام هذه الفقره طبعا من اللعيبه المميزه. وبنشكرك كابتن عصوم. بنشكر حضرتك. واحب بس اوجه شكر لاسرتي زوجتي واولادي. تمام. وعائلتي كلها على عصوم والدتي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد سالم النجم المحترم بنحب نشكرك طبعا على وجودك معنا. حبيبي يا كابتن احمد انا بشكر حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك بقدم الشكر لحضرتك. وبشكر احب اشكر الكابتن جلال ثابت واقف معايا وقفه كويسه رئيس جهاز كره القدم مركز شباب الجزيره والكابتن منصور والكابتن عمر انا بشكرهم لانه واقفين معايا وقفه كويسه جدا بشكرهم.
طبعا في ختام هذه الحلقة بشكر ضيوف الكرام. طبعا في الفقرة القادمة لضيق الوقت يوم الثلاثاء القادم بإذن الله هيكون معنا الكابتن أيمن طلعت المدير الفني طبعا لمواليد 2003 واللاعب فارس رمضان المنضم حديثا لنادي المصري. إن شاء الله يكون معنا الفقرة القادمة بإذن الله لضيق الوقت, وإن شاء الله بإذن الله نحضر صور كده كويسة للاعب الجميل اللاعب المميز واللاعب الموهوب اللاعب فارس رمضان مواليد 2003 وكذلك الكابتن أيمن طلعت. طبعا كل عام وأنتم بخير وانتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.